ماشي تمام. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ وحشتنا كتير طبعا. النهارده ان شاء الله هناخد الدرس الثاني عندنا في منهج ثالثه اعدادي، بس مش هناخد درس ثاني في الجغرافيا بقى، هناخد عندنا الدرس الثاني في المنهج بس اول درس عندنا في التاريخ. تمام؟ طيب الدرس عندنا بيتكلم عن ايه؟ مصر بين المماليك والعثمانيين. ايه ده؟ بص، عايز تعلموا حاجه دلوقتي. لما تيجي تحسب قرن، احسب قرن ازاي يعني؟ يجي يقول لك انا عايز اعرف احنا في قرن الكام. اعرفها ازاي؟ احنا دلوقتي 2022، تمام؟ اشطب على اول رقمين عندك على اليمين وزود رقم على 20 بقى كام؟ بقى 21. يبقى احنا كده في القرن ال 21. 1900 مثلا و15، طب اشطب على اول رقمين عندك على اليمين هتزود 1 على 19 بقت كام؟ 20. يبقى احنا في القرن ال 20. 1800 اي رقم بقى بعديه هتشطب على الرقمين اللي على اليمين وهتزود 1 على 800 دي، تمام؟ بقيت احنا في القرن ال 19. عايزنا نحسب القرون ازاي او نعرف ان احنا في القرن الكام ازاي؟ طيب، في اواخر القرن ال 15 وبدايه القرن ال 16 كان في عندي صراع ما بين ثلاثه: المماليك والدوله العثمانيه والدوله الصفويه. الصراع كان ما بين كام؟ ثلاثه: مماليك، دوله عثمانيه، ودوله صفويه. طيب المماليك دي قامت فين؟ قامت في مصر، الشام، الحجاز. وبصوا هنا كده معايا، دي قاره افريقيا، جزء من الساحل بتاع قاره افريقيا ده اللي بيطل على البحر الاحمر هي كانت واخداه. جزء من ساحل قاره افريقيا اللي بيطل على البحر الاحمر هي كانت ايه؟ كانت واخداه برضو. يبقى كانت، طب الساحل بتاع قاره افريقيا ده تمام بالشرق ولا الغرب؟ الشرق. يبقى المماليك كانت واخده ايه؟ كانت واخده مصر، شام، حجاز، جزء من ساحل افريقيا الشرقي اللي بيطل على البحر الاحمر. تمام كده؟ طيب كده دوله المماليك. نخش على الدوله الصفويه. الدوله الصفويه دي كانت في ايران والعاصمه تبريز بس، شكرا. طيب الدوله العثمانيه لا، هنسيبها شويه. طب اقوى دوله من الثلاثه اللي بيتخانقوا مع بعض دول مين؟ الدوله العثمانيه. يبقى اقوى دوله هي مين؟ الدوله العثمانيه. يبقى انا كده عندي ثلاث ايه؟ ثلاث دول: المماليك، الدوله الصفويه، الدوله الايه؟ العثمانيه. المماليك وقلنا كانت موجوده فين؟ الدوله الصفويه والدوله العثمانيه. الدوله الصفويه كانت موجوده في ايران والعاصمه تبريز. طيب المماليك دي احنا عرفنا ان هي في مصر والشام والحجاز وجزء من ساحل افريقيا الشرقي اللي بيطل على البحر الاحمر. دولة المماليك دي كانت الدنيا ماشية معاها زي السكينة في الحلاوة ولا حصل فيها أزمات ومشاكل؟ لا، حصل فيها أزمات ومشاكل. دولة المماليك اتعرضت لأزمتين، واحدة سياسية والتانية إيه؟ اقتصادية. دولة المماليك اتعرضت لكام أزمة؟ اتنين: سياسية واقتصادية. الأزمة الاقتصادية ليه؟ اسمع مني الحدود الجميلة دي. الأول كان عندي دولة المماليك قلنا إن هي واخدة جزء من ساحل أفريقيا الشرقي اللي بيطل على البحر الإيه؟ الاحمر. طيب اوروبا علشان تعدي بالتجاره بتاعتها وتروح عند الهند، تمام، كانت بتعدي بحر متوسط وبعد كده بحر احمر بقى كده تروح للهند زي ما انتم شايفين على الخريطه، تمام. طيب لما كانت تيجي بقى اللي مسيطر على جزء من ساحل افريقيا الشرقي ده اللي بيطل على البحر الاحمر مين؟ المماليك. تقول له ايه؟ ادفع عشان تعدي. طيب اوروبا مش عايز تدفع للمماليك حاجه، قاموا جم البرتغاليين اكتشفوا طريق راس الرجاء الصالح. طريق راس الرجاء الصالح ده بيلف حوالين افريقيا، هيلفوا كتير بس مش هندي المماليك حاجه، تمام، ويروحوا فين؟ للهند. يبقى بيجي حوالين، بيلف حوالين ايه؟ افريقيا، ويروح لفين؟ للهند. طيب ده طريق ايه؟ راس الرجاء الايه؟ الصالح. اكتشفوا مين؟ البرتغاليين. المماليك مفيش فلوس دلوقتي تدخل لهم، اتضايقوا، اطلع بالسفن يا ابني، يلا نروح نحارب البرتغاليين دول. الحمد لله زي الفل، اتدمروا، اتدمر الاسلوب البحري بتاعهم في معركه اسمها ديول بحريه. كده اتعرضت لازمه اقتصاديه، ولا في فلوس داخله ولا في اسطول اصلا، يبقى اتعرضت لازمه ايه؟ اقتصاديه. يبقى الازمه الاقتصاديه عندي، شفت الحدود الجميله دي؟ هتقولها في كلمتين: اكتشاف وتحطيم. اكتشاف البرتغاليين طريق راس الرجاء الايه؟ الصالح. تحطيم الاسطول المملوكي البحري في معركه ديول بحريه. يبقى اكتشاف وايه؟ وتحطيم. اكتشاف طريق راس الرجاء الصالح، تحطيم الاسطول المملوكي البحري في معركه ايه؟ ديول بحريه. يبقى تحطيم الاسطول المملوكي البحري في معركه ديول بحريه، تمام، واكتشاف طريق راس الرجاء الصالح. كده ازمه
اقتصاديه. طب الازمه السياسيه 2 الف واحده كام؟ 2 الف واحده كام؟ الصراع ما بين المماليك على الحكم اكيد اضطراب الامن، اتنين بيتخانقوا مع بعض على الحكم هيبقى في امن؟ لا طبعا. يبقى الصراع بين المماليك على الحكم واضطراب الامن، كثره الفتن والثورات. دي كده الازمه السياسيه. يبقى الازمه السياسيه 2 الف واحده كام؟ الصراع ما بين المماليك على الحكم تمام؟ واضطراب الامن كثره الفتن والثورات. الصراع بين المماليك على الحكم، اضطراب امن، كثره الفتن والثورات، والازمه الاقتصاديه تحطيم واكتشاف. تمام، احنا كده خلصنا دوله المماليك بازماتها. طب تعالى بقى للدوله العثمانيه. الدوله العثمانيه كان فيها واحد اسمه سليم الاول. سليم الاول ده بقى جه قال لك انا عايز اوسع ممتلكاتي، خد خد، راح فين؟ عايز تعمل ايه؟ قال لك اوسع ممتلكاتي. توسع ممتلكاتك ازاي يعني يا عم سليم؟ قال لك انا هوسع ممتلكاتي يعني هوسع الدوله بتاعتي. طيب ماشي، هتوسعها فين بقى؟ قال لك انا عندي اتنين، يا اما اوسعها اتجاه الشرق يا اما اوسعها اتجاه الغرب. طب ماشي يا عم سليم، وانت هتروح فين؟ هتروح شرق ولا هتروح غرب؟ سليم الاول جه قال لك الغرب. ده الغرب دي متفوقه عني حضاريا وعسكريا، يعني لو رحت لهم هيتعمل معايا الجلاشه هناك. خلاص ماشي، يبقى هتروح ناحيه الشرق. بالاضافه كمان ان عنده رغبه في ان هو يوسع ممتلكاته ناحيه الشرق تمام، عن طريق الاستيلاء على ايه؟ مصر. يبقى كده انا عندي سليم الاول ده هيوسع ممتلكاته ناحيه الشرق. لو جه قال لك ليه؟ هتقول له بسبب لانه او بسبب ادراكه تفوق اوروبا عسكريا وحضاريا ايه عليه. تمام كده؟ تمام. طيب كمان رغبته في التوسع تجاه الشرق عن طريق الاحتلال على ايه؟ على مصر. سليم الاول هيروح ناحيه الشرق، بس ثواني بقى، هيحصل كم معركه؟ ثلاثه. جلديران، مرج ضابك، الريدانيه. جلديران، مرج ضابك، الريدانيه. جلديران، مرج ضابك، الريدانيه. ثلاث تواريخ، 1514 1516 1500 وكام و17 14 16 17. جلديران كانت ما بين الدوله العثمانيه وما بين الدوله الصفويه. لو جه قال لك ايه النتائج اللي ترتبت عليها؟ هي انتصار العثمانيين ودخول العاصمه ايه؟ تبريز. كلام زي الفل. يبقى كده خلصنا منين؟ من جلديران. اتفضل لي مرج ضابك والريدانيه. مرج ضابك كانت ما بين المماليك وما بين مين؟ العثمانيين. ايه النتائج اللي ترتبت على مرج ضابك اللي هي ما بين المماليك وما بين العثمانيين؟ انتصار العثمانيين اكيد طبعا تمام، واصبحت الشام ولايه عثمانيه. طيب الريدانيه دي كانت في مصر، كانت فين؟ كانت في مصر. طيب انتصار العثمانيين برضو على المماليك واصبحت مصر ولايه عثمانيه وانتهى دوله المماليك. انا كده قلت لك الثلاثه بسرعه، تعالى بقى اقولهم لك واحده واحده. جلدران دي كانت ما بين الدوله الصفويه وما بين العثمانيين تمام، انتصرت فيها العثمانيين ودخلت العاصمه تبريز. تمام. طيب بعد كده سليم الاول قال لك خلاص انا كده خلصت من الدوله الايه؟ الصفويه، هاخد بعضي واروح بقى عشان اخد الممتلكات اللي تحت ايدي من ايه؟ المماليك. وهو ماشي في السكه كان في اماره اسمها ذي القادر، دي كانت على الحدود ما بين الدوله المملوكيه ومن الدوله الايه؟ العثمانيه، احتلها تمام. دي اللي كان بيحكم المماليك ساعتها اسمه ايه؟ قنصوه الغوري. جه قال لك ايه ده؟ ده جاي يحتلني. ام قنصوه الغوري خرج على الشام وحصلت معركه مرج ضابك اللي ما بين المماليك بقياده الغوري والعثمانيين بقياده سليم الاول. ايه النتائج اللي ترتبت عليها؟ انتصار سليم الاول على المماليك واصبحت الشام ولايه عثمانيه. طيب بعد كده الريدانيه. الريدانيه كانت بقياده المماليك بقياده طمانباي والعثمانيين بقياده سليم الاول. ايه النتائج اللي تترتب عليها؟ انتصار العثمانيين تمام؟ وانتهاء دوله المماليك، دوله المماليك خلاص انتهت واصبحت مصر ولايه عثمانيه. يجي يقول لك اصبحت مصر ولايه عثمانيه بعد مرج ضابك ولا الريدانيه؟ هتقول له الريدانيه. انتهى دولة المماليك بعد الريدانية، أصبحت الشام ولاية عثمانية بعد مرج ضابك. كده احنا الحمد لله خلصنا معركة الجيران، مرج ضابك، الريدانية. طيب بقول لك ايه؟ ما سألتش نفسك سؤال، هو ليه المماليك دول عمالين يتهزموا أصلا كل شوية؟ بسبب حاجتين، هم كان عندهم استقرار داخلي؟ لأ، وكان في صراع ما بينهم. يبقى عدم الاستقرار الداخلي والصراع ما بين المماليك على الحكم.
يبقى عدم وجود الاستقرار الداخلي والصراع بين مين؟ المماليك على الايه؟ على الحكم. طيب ده كده رقم واحد، عدم وجود استقرار داخلي والصراع ما بين المماليك على مين؟ على الحكم. عدم وجود استقرار والصراع بين المماليك على الحكم. اتنين، التفوق العسكري للعثمانيين. التفوق العسكري لمين؟ للعثمانيين. طيب كده فيها حاجه؟ لا. طب ايه النتائج اللي ترتبت على انتصار العثمانيين وهزيمه المماليك؟ اربع حاجات، تحولت انتقلت اعلن سيطر، تحولت مصر لولاية عثمانية، انتقلت خلافة العالم الإسلامي الدينية والسياسية للسلطان العثماني. يبقى انتقلت خلافة العالم الإسلامي الدينية والسياسية لمين؟ للسلطان العثماني. أعلن سليم الأول نفسه إن هو الحامي الوحيد للحرمين الشريفين ولجميع رعاياه. سيطر سليم الأول على العالم العربي من الاتجاهين، الاتجاه الآسيوي والاتجاه الايه؟ الافريقي. تحدي هنا كده فيها حاجه؟ تمام. طيب يبقى كده تحولت انتقلت اعلن سيطر، دي في ما النتائج؟ لما يقول لك بما تفسر هزيمه المماليك هتقول له عدم وجود استقرار داخلي، تمام، والصراع ما بينهم على الحكم، والتفوق العسكري لمين؟ للعثمانيين. طيب الدوله العثمانيه احتلت مصر لمده اربع قرون، يعني حوالي 400 سنه. 400 سنه؟ ما هو القرن فيه 100 سنه. طيب مصر ساعتها كانت معزولة عن التطورات الحضارية اللي بتحصل في أوروبا. أنا عايز أعرف بقى أحوال مصر في حكم العثمانيين من ناحية الأحوال السياسية، الأحوال الاقتصادية، الأحوال الاجتماعية والثقافية والفكرية. طب تعال عندي من ناحية الأحوال الإيه؟ السياسية. كان بيحكم مصر عندي أربعة، الوالي، الديوان، تمام، وإدارة الأقاليم والحمية الإيه؟ العثمانية. يبقى كان بيحكم مصر عندي كام؟ أربعة، والي، ديوان، إدارة الأقاليم، حمية إيه؟ عثمانية. الوالي ده اللي هو نائب السلطان. طيب يجي سؤال ويقول لك حمل نظام الحكم العثماني في ثناياه عوامل ضعف. يعني إيه؟ الحكم العثماني اللي هم عاملينه ده أصلا ضعيف. ليه؟ قصر مدة حكم الوالي، مدة حكم الوالي قصيرة، بيحكم من سنة لثلاث سنين. يبقى هيلحق يعمل حاجة؟ لا، ده يدوبك على ما يفكر الثلاث سنين خلصوا. زيادة نفوذ الديوان والحمية العثمانية على الوالي، تمام كده؟ يبقى ايه؟ مدة حكم الوالي قصيرة؟ لا، وكمان ايه؟ زيادة نفوذ الديوان والحمية العثمانية على الوالي. طيب ايه النتائج اللي ترتبت على ضعف الاحوال السياسية للعثمانيين؟ تطلع البكوات المماليك ان هم يسيطروا على مين؟ على مصر. البكوات المماليك عندي تطلعوا ان هم عايزين يسيطروا على مين؟ على مصر. طيب فهتحصل عندي حركة اسمها حركة علي بيك الكبير. علي بيك الكبير ده جه اعلن نفسه ان هو الحاكم الفعلي لمصر. قال لك انا الحاكم الفعلي لمصر. لمين؟ علي بيك مين؟ الكبير. انا الحاكم الفعلي لمين؟ لمصر، تمام كده؟ طيب اخضع الحجاز لنفوذه. خد الحجاز ضمها لنفوذه واعلن نفسه ان هو الحاكم الفعلي لمين؟ لمصر. طيب بعد كده قال لي ان هو راح لظاهر العمر حاكم جنوب الشام واتحالف معاه، وبعد كده طلب من محمد بيك ابو الذهب ان هو يفتح بقيه الايه؟ الشام، فقدر ان هو يفتح دمشق. كده يا عم خلاص كده حركه علي بيك الكبير ايه؟ نجحت. لا لا لا، فشلت. ايه ده؟ فشلت ليه؟ انت لسه قايل اهو. فشلت عشان خاطر محمد بيك ابو الذهب راح اتحالف مع السلطان العثماني ضد علي بيك الكبير، واصبحت مصر او عادت مصر ولايه عثمانيه تحت حكم شيخ البلد محمد بيك ابو الدهب، تمام كده؟ طيب تعالى بقى نتعرف على الاحوال الايه؟ الاقتصاديه. الاحوال الاقتصاديه هيبقى نتكلم عن زراعه، صناعه، تجاره. الزراعه في حاجتين عايزك تفهمهم بس، الارض ملك للدوله وبتكلف الفلاح ان هو يزرعها، بس لو مات ما حدش يورثها، ملوش الحق ان هو يبيعها. يبقى كده الارض ملك للدوله، بتكلف الفلاح بزراعتها، ملوش الحق ان هو يتصرف فيها. النظام ده اسمه ايه؟ اسمه حق الانتفاع. طيب الدولة العثمانية جت في اواخر القرن ال 17 وبقت ضعيفة، ما بقتش تعرف تلم الضرائب بتاعتها، فكلفت حد من الاغنياء ان هو يلم الضرائب في المنطقة اللي هو مسؤول عنها. النظام ده اسمه ايه؟ الالتزام. طيب يبقى لو جه قالك في اواخر النظام تم تطبيقه في اواخر
القرن ال17 في فترة ضعف الدولة العثمانية، يبقى كده وانت مغمض هتقول لي نظام الايه؟ الالتزام. طيب لحد هنا في اي مشاكل؟ لا. تمام. لما يجي يقول لك بقى تدهور الزراعة او تدهور الريف المصري ليه في فترة الحكم العثماني؟ تدهور الزراعة او تدهور الريف المصري في فترة الحكم العثماني كان بسبب كام حاجة؟ حاجتين: كثرة الضرائب المفروضة على الفلاحين، وتعسف الملتزمين في جامعة، اهمال الحكام اعمال الري وحفر الترع والقنوات والجسور. يبقى واحدة اهمال، والتانية كثرة الضرائب المفروضة على ايه؟ الفلاحين، وتعسف الملتزمين في ايه؟ في جامعة. تمام جدا كده خلصنا الزراعة. تعال الصناعة. السلطان العثماني خد امهر الصناع وراح نقلهم للأستانة اللي هي عاصمة الدولة العثمانية، فأصبحت الصناعة في مصر يدوية رديئة بسيطة. تمام؟ الصناعة خلصت. تعال نخش للتجارة. هنخش للتجارة رح نقسمها اتنين: تجارة داخلية وتجارة خارجية. تعال التجارة الداخلية واحدة واحدة. هو أنا في عندي أصلا زراعة؟ لا. في صناعة؟ لا. هتاجر بإيه؟ يبقى تدهور الزراعة والصناعة. طيب وإيه كمان؟ اضطراب الأمن. مفيش أمن. تمام كده؟ طيب عدم تأمين الطرق البرية مما أدى لهجوم البدو عليها. أنا كده جاي بالتجارة بتاعتي ومعدي من طريق البري مثلا عن طريق الصحراء، جم البدو طلعوا عليا، هات التجارة اللي معاك خدوها مني، أكيد مش هعدي تاني. اتفقنا؟ طيب ده كده بالنسبة للتجارة الإيه؟ الداخلية. طب تعالى بقى عندي التجارة الخارجية. التجارة الخارجية هو برضو تحول طريق رأس طريق التجارة لطريق رأس الرجاء الإيه؟ الصالح، أو اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح. طب وايه تاني؟ العثمانيين ادوا الامتيازات الاجنبيه للدول الاوروبيه. منح العثمانيين الامتيازات الاجنبيه للدول الايه؟ الاوروبيه. كده في اي مشاكل؟ لا. كده خلصنا التجاره الداخليه والخارجيه. الحاله الاجتماعيه. الحاله الاجتماعيه، شفت الهرم اللي قدامك ده؟ الطبقه كان بيتكون من كام طبقه؟ من طبقتين. الطبقه الاولى هي طبقه الايه؟ الحكام. طبقه الحكام دي كانت بتتكون عندي من الاتراك والمماليك. طبقة المحكومين كانت بتتكون من طبقة وسطى وطبقة دنيا. الطبقة الوسطى المشايخ، علماء الأزهر، رجال الدين، كبار التجار. الطبقة الدنيا هم فلاحين، صغار الحرفيين، وعامة الايه؟ الناس. عايزك تعرف ان الطبقة الدنيا دي كانت بتعاني من ايه؟ كانت بتعاني من الفقر والظلم وتفشي الأوبئة والأمراض والبطالة. بعد كده انا عندي الحالة الفكرية والثقافية. الحالة الفكرية والثقافية اتميزت بايه؟ بالجمود والتخلف. اتميزت بايه؟ بالجمود والتخلف، يعني ما تقدمتش. طيب ايه النتائج اللي ترتبت على كده؟ ايه النتائج اللي ترتبت على ان الحالة الثقافية دي اتميزت بالجمود والتخلف؟ او لما يجي يقولك هو ليه اتميزت بكده؟ هقوله علشان خاطر العزلة اللي فرضتها الدولة العثمانية على مصر. تمام كده؟ طيب طب لو جه قالك ايه النتائج اللي ترتبت على ده؟ أدى لاهتزاز مكانة الأزهر العلمية، أدى لاهتزاز مكانة الأزهر العلمية، إهمال العلوم العقلية والرياضية، الاهتمام بالعلوم الشرعية، تدهور الحياة الأدبية، انتشار الدجل والجهل والشعوذة والخرافات. لحد هنا فيها مشاكل؟ يبقى كده بصوا يا شباب، إحنا اتكلمنا على إيه؟ اتكلمنا أول حاجة عن المماليك، كان إيه اللي تحت إيديهم؟ أزمة سياسية، أزمة اقتصادية، الدولة الصفوية كانت موجودة فين؟ بعد كده اتكلمنا عن الدولة العثمانية، ان كان فيها سليم الاول، جلديران، مرجدابك، رايدانية. طب ليه المماليك دول اتهزموا؟ طب ايه النتائج اللي ترتبت على هزيمتهم؟ عرفت الاحوال السياسية، وعرفت الاحوال الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية والايه؟ والفكرية. وبكده احنا خلصنا الدرس الاول عندنا في التاريخ. ان شاء الله تكون حاجة، كل حاجة معاك وتكون تمام. اشوفكم ان شاء الله المرة الجاية على خير. يلا باي باي.